هنا معمل السجاد اليدوي بأربيل، واحد من 7 معامل بإقليم كردستان العراق يعمل فيه 70 موظفا. أنشئ مطلع 80ات القرن الماضي كدائرة حكومية تتبع وزارة الثقافة. في إقليم كردستان أكثر من 400 عامل يزاولون مهنة النسج، وهم موظفون حكوميون. أسعار بعض هذه القطع تصل إلى 5000 دولار، أما ألوانها ونقوشها فمستوحاة من حياة الناس وتجاربهم. تابلو ياخذ مافوري جورا. السجاد الذي تتم حياكته هنا هو ما نسميه باللوحة، تعكس كل قطعة سجاد صورة ثقافية وتراثية تاريخية للشعب الكردي. هناك قطع ترمز إلى منطقة جبلية وأخرى تشير إلى السهول. لا همو كاتكاني. هذا هو متحف السجاد اليدوي وسط القلعة القديمة بأربيل، معرض فني يختص بعرض السجاد اليدوي المصنع في المنازل من حقب تاريخية مختلفة. تم إنشاء هذا المتحف مطلع 2000 ليروي تاريخ الشعوب وأسلوب الحياة بكردستان العراق من خلال السجاد. الهدف من إنشائنا لهذا المتحف هو جمع السجاد المصنوع يدويا في المنازل. نرتب السجاد حسب الفترة الزمنية التي ينتمي إليها، ونرتبه أيضا حسب العشائر، فلكل منطقة طرازها الخاص. لم تعد قطع السجاد هذه صالحة للاستخدام المنزلي، فهي للعرض هنا فقط. تصل أعمار بعض القطع المعروضة في هذا المتحف إلى 300 سنة، أما أصغرها عمرا فتتجاوز 100 عام. عشرات معامل السجاد اليدوي لم تعد موجودة بإقليم كردستان بسبب ارتفاع التكلفة مقارنة بسجاد المعامل. قد يكون السجاد اليدوي خسر معركة السعر لصالح سجاد المعامل، إلا أنه يربح معركتي العراقة والذوق الرفيع. غسان خضر، العربي، أربيل.